مهتم بالورق جدا وعجبني الورق قوي. والحته بتاعت الورق اللي كاتبها ايمن دي الاكتر حاجه كانت شايفها فيها انها مش بس انك بتنتقد عصر الاخوان او بتقرخ لفتره الاخوان، لا انت بشوف الناس دي وصلت الناس العاديه لايه، يعني تاثير انهم فتره اللي حكموا فيها وصلوا طلعوا اوحش حاجه في البني ادمين ازاي من كتر الاحساس بالظلم والقهر والفساد اللي كان موجود بشكل انيل بكتير من الفساد اللي كان موجود قبل كده. مش بقى كراهيه رجال اعمال، لا ده انت وصلت الناس بعض ان ممكن يضربوا بعض في الشارع بسبب اللي هم عملوه فيك. انت كنت داخلها فعلا على يعني كان بينك وبينها شعره هتخش في المرحله دي. فده كان اللي عاجبني في الموضوع من الاول لحظه ان ايه، انك مش واخدها تاريخي ولا واخدها انك انت اي سياسه والحكم وصراع السلطه، واخدها بشكل انساني. وده كان شيء نادر انك تلاقي حد كاتب يفكر في الشكل ده، فده كان اكتر حاجه عجباني في الورق. بلس طبعا انك انت بتقدم عز بقى بشكل مختلف خالص عن كل عمله قبل كده، رجل اعمال من ضمن اهم 100 رجل، اغنى 100 رجل في العالم، والحرب اللي بيشوفها ده كلوك جديد لاحمد، جديد جدا عليه.